السلام عليكم، عاملين ايه؟ ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده طبعا هنشرح صدر الفستان، وهناخد مقاساته وهنقول طوله وكل حاجه. طبعا عايزاكم تركزوا فيه، هو هيبقى سهل جدا وهوريكم بطريقه بسيطه، يعني حتى قلت قدامي هتكون كده اسهل لكم كمان. ماشي؟ طيب هنبدا الاول بالمقاس عشان نبقى حافظينه. طول صدر الفستان 42 زائد 2 خياطة، دوران الصدر 52 زائد 2 خياطة، دوران الوسط 40 زائد 2 خياطة وزائد 2 بنس، الكتف 12 سنتي، الرقبة 7 في 7، الرقبة الخلفية 2 في 7، ده كله المفروض تكونوا حفظتوه. دي المقاسات، صوروه اهي. هنا هنبدأ، هنقول المقاس من هنا، ونجي ناخد مقاس الصدر الفستان، العمق رقبة بنعيد مرة تانية الكلام ده 42، وهنسيب الخياطات بتاعتنا، وده حسب الشخص اللي قدامنا، ممكن يطلع 40 او اكتر حسب طوله، وبنسيب ايه خياطه فوق سنتي وسنتي تحت، يبقى دايما 2 سنتي خياطه لطول صدر الفستان. 12 سنتي هنا اللي هو الكيرف الاساسي بتاعنا اللي احنا خدناه في البلوزه دوت، البطرون ده المجسم بتاع الفستان غير البطرون البلوزه اللي كان كاجوال. خلاص، طبعا دوران الصدر الوسط بس، مش هيبقى فيه حاجه ثالثه. ال 20 الثالثه هيبقى من هنا لهنا 21 و 19 وسط، هيتبقى البقيه بتاعه طول الفستان هنرسمه هنا، هنشرحه وهنعرف ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنقيس الخط الجانبي 21 سنتي، واعمل خط أسفل الخط ده، ده خط عرض الصدر، يعني ده الخط الأول عرض الصدر. هقيس 19 اللي هو الوسط وأعمل نقطة، وهيبقى إيه الجزء اللي اتبقى ده اللي هو باقي صدر الفستان، ده آخر الخط بتاعنا اللي هو الوسط، أوصله لبعضه، اعمل خط. الخط ده اسمه خط عرض الوسط، ده اللي بنحدد من الوسط بتاعنا مقاسه هناخده قد ايه الضيق بتاعه. ماشي؟ طيب اول حاجه هنا الرقبه اللي هي 7 سنتي، وعرضها 7، ودي طبعا حسب ان احنا هنكبرها او نصغرها، يعني ممكن تبقى اكبر من كده لو انا عايزين ايه فستان بحب، بس احنا بنعمل الاساسي والتشكيل ده بيبقى بمزاجنا احنا. اطلع خط كده، هطلع 2 سنتي ونص زاوية في ركن هي، واعمل نقطة بتاعتي، واطلع بخط كده زاوية عشان اطلع عليها، هنقط كده اهو، لغاية المنزل على الرقبة نفسها، تبقى دوران الحب. طيب اهوت عشان يبقى بالقلم ده باين، ده الخط بتاع دوران الرقبة. هنطلع 12 سنتي دلوقتي من بعد الرقبة، ال 12 سنتي اللي هو بتاع عرض الكتف. طب هنقيس من هنا لهنا، هيطلعوا لي 19 سنتي، هنزل هنا واعمل نقطة، واطلع الخط ده اوصله للخط بتاع الكتف، واعمله بالقلم ده كده. ده اسمه العرض الصدر اللي هو بتاع الكم،
غير عرض الصدر كله من تحت البوط. هنيجي هنا هو هنعمل اللي هو الكيرف بتاع الكتف، هنعمله 3 سنتي واطلعه. الكيرف كده ده خط الكيرف اللي هما 3 سنتي. هنيجي هنا تحت الباط هنعمل 2 سنتي بس، اللي هو حردة الجيرو من تحت الابط. طلعها برضو خط زاوية اهو واضح في الطنكو. طيب هاجي من النص هنا، من النص بايدي كده وانزل على نفس الخط، بعدين ارجع على الزاوية عشان يديني دوران تحت الباط صح، وارجع بدوران. اهم حاجة دي تيجي دوران صح، ما تجيش باي زيادة من هنا عشان ما ياخدليش يكبر لي عرض الصدر. لازم الدوران ده اعمله بدوران شكله حلو يكون عاجبني. ماشي ننزل نمشي القلم ده عرض البوط. احنا لسه بقى ناقصه هنا. طيب احنا هنا بقى هنيجي ايه، الفرح ده هيطلع على اكبر عرض في المقاس بتاعنا. يعني احنا ما نطلع صدر فستان، هنطلعه على عرض الست هو قد ايه، واطلع عليه القماش او الورق ان انا هعمل بطرون، وازود زيادات عادي حوالي 5 سنتي زياده مفيش مشكله، المهم اخد الصافي بتاعه وباقي بيتقص عادي، على الاقل نبقى احنا ايه في ضمان ان الحاجه مقاسنا. طيب صدر الفستان ده كان 52، هناخد الربع بتاعه 52 اللي هو النص، انتوا عارفين ان احنا بناخد النص اللي هو نص المقاس، ونيجي نعمل بطرون ربع المقاس هيبقى 26، وهيبقى فيه 2 سنتي خيوط، وممكن ازود بدل الاتنين 3 لو انا حابه ان انا اعمله اوسع شويه، بس احنا بنقول ايه عشان البطرون مش هنقدر نوسع فيه اكتر من كده. يبقى كده 2 سنتي، 26 و2 سنتي. طيب هنيجي بقى هنا لمقاس الوسط. الوسط مش باخده من الخط ده، باخده بقى من الحرف ده، لان دي كماله الوسط الباقي اللي تحت. الوسط هنا كان 40، هنعمله 20. ده هيلبس مثلا من ايه، من حوالي لارج الى اكس لارج، ممكن يوصل الى اكس 2 اكس لارج اللي هو مجسم. احنا الفستان بيبقى مجسم بس بيبقى فيه بنس بتدينا راحه ان احنا نلبسه بسرعه. 20 سنتي الاساسي، وبزود 2 سنتي خياطه، وازود 2 سنتي بنس، وممكن يبقوا 3 سنتي. يعني لو حد مليان ممكن اخلي البنس 3 واعمله البنس ده سنتي ونص سنتي ونص. دي العلامات بتاعت البنس. طيب هنيجي هنا هنطلع البنسة، هنقيس من قدام لغاية المكان ده 11 سنتي اهو من الديل، وهطلع بنسة كده طولها 15 سنتي، ده الطول بتاع البنسة الأمامية. هعلمها كده خط يعني 11 11، وعلم البنسة. البنسة دي انا هخليها 1.5، مش سنتي وسنتي، عشان تكون اكبر وتديني وسع فوق وتديني ضيق تحت انها ايه مجسم. سنتي ونص البنسة، واطلعها واوصلها تبقى واضحة. دي البنسة اللي تحت في الوسط صدر الفستان. هنيجي تحت اللي تحت الباط، طبعا احنا مش هنعمل تحت الباط الا ما ناخد المقاس بتاعنا، هنوصل اخر نقطة دي الى اخر نقطة دي اللي هي تحت الباط، وصلها بالشكل ده. هتبقى شكل ده طبعا زيادة دي كلها نشيلها، بس بتبقى معانا احتياطي لو احنا عايزين نوسع من هنا. يعني لو انا عايزه اوسع ده على صدر حتى اكبر من كده، باجي هنا كده بدل ما هو المقاس 26 و2 سنتي، لا بعمل مقاسه واعمل نقطه ونقطه خياطه، هلاقي المكان ده وسع بنفس المكان ده. فيعني نقدر نطلع من الباترون ده كذا باترون تاني لكذا مقاس. طيب انا بنزل بقى من 4 سنتي الى 5، يعني لو حد رفيع قوي ممكن انزل له 4 سنتي
من تحت البط، لان هو رفيع مش هيبقى عايز ارتفاع من قوي وكده. لكن انا حد مليان مثلا اكس لارج، اعمل 5 سنتي واطلع 11 سنتي خط البنسة الجانبي بتاع تحت البط مقارب للمقاس ده، يعني دي كده يعني جاية قصادها 11 اهيت بالظبط. اعملها خط مستقل مش معوق، خط دغري، وهعلمه اهوت نخليه بالمارك ده اهو خط، وهاخد له بنسة سنتي وسنتي تحت الباط، هيبقى سنتي واحد بس للمقاس المعتدل اللي هو من لارج ايه لاكس لارج عادي. لكن لو مقاس اكبر شويه هنخليها سنتي ونص سنتي ونص، لان لما بناخد المكان ده سنتي ونص سنتي ونص ونيجي نقفله بنسة نطلعه على ما فيش، مع دي كمان دي هتكبر هيديني هنا وسع اكتر للشخص المليان، فبيديله راحه وفستان بيبقى مظبوط جدا، وده بيبقى طبعا صح. سطر بنستي اهي، الشكل ده. هنا هناخد بقى، هنيجي في الديل بتاع الفستان من الجنب لازم نشيل سنتي ونص طبعا. لما خلاص احنا قسمنا بقي سنتي ونص كده، هطلعهم بالمسطره زي ما بنعمل في البلوزه لغايه البنس هنا على صفر، يعني ميبقاش فيه اي زيادات. ناخد كده نظبط لي الفستان من الجنب طبعا، ميبقاش رامي على جنب على تحت، طبعا بيديني ايه ان هو مظبوط. طيب ده كده يعتبر احنا خلصنا الصدر ده بالشكل ده كله. شوفوا كويس جدا عشان هقصه عشان نعمل الضهر. والمقاسات معاكم دايما تكتبوا مقاساتكم هنا، هنا الكتف كل حاجه تكتبوها، انا بسيبه من غير مقاسات عشان بديكم مقاسات لوحدها. وصلت ونص تحت اهوت تاخد بكيرف، ده البطرون ده كله هيتصفى وهيتبقى على الجزء اللي هو بقى. طيب هنقصه كده هنا تحت البط بالظبط، دوران، خلي ايدي دوران كويس جدا ما خليش اي زيادات. هنا بقيس بقى اشيل الكيرف، هنا طبعا حوض الرقبة بدوره، وهنا بشيل 1.5 سنتي على مفيش صفر، كلمة صفر كده مفيش. اصبح لي كده الفستان هنا كده، الجزء ده طبعا بيبقى شكله مظبوط في اللبس لما بنشيله. البنات دي بتتقفل زي ما قفلنا بنات قبل كده بتاعت البلوزه دي، بنقفلها بنفس الشكل كده اهو لغايه هنا اهي. وطبعا اللي في الجنب دي بتتقفل كده زيها، لما هنطلع الظهر بقى طبعا على الفستان لازم نبقى عاملين البنسة دبوس عشان ناخد المقاس بتاع الجنب ده مظبوط. قبل ما اطلع الظهر بقى هنعمل السجاب بتاع الامامي. طيب السجاب الامامي ده هيبقى معايا قماشه زي دي كده نفس الطريقه، طبعا احنا حاطينها على البطرون اللي هو الربع ده، طبعا القماش بيبقى طبق 2 عشان اطلعه طبعا الفستان لما يبقى طبقتين بيبقى قطعه واحده. احنا هنعمل دي بطرون، هنجيب دي كده نفس الصدر اللي احنا عاملينه حوض، نفس الصنبة بالظبط هناخدها على نفس الاصل، نحطها كده اهي. القطعه دي يعني حته مثلا تبقى 18 سنتي عادي لغايه هنا لغايه نص الكتف، واخد منها والباقي ده بشيل احطها بالظبط كده. هنا في زياده اهي، اهم دي هعلمها بالظبط النقط الاول كده عشان تطلع معايا مظبوطه. هاجي هنا عند الكرف بتاع الكتف لازم اعمل نفس الكرف بالظبط، يعني لازم اقص عليه كده قيمة من هنا لهنا، دول 6 سنتي لغاية هنا 6 سنتي، ده كده نهاية الاستجاب خلاص، انا مش عايزة اكتر من 6 سنتي الا بقى لو موديل اعرض او اقل ينفع ان احنا نصغر الاستجاب نكبره مفيش اي مشكلة، بس حسب الشكل اللي احنا عايزينه. طيب هو بقى بالطريقة دي هنلمه كده اهو، ده للاخر ده الجزء اللي احنا هناخده. طيب هناخده ازاي يطلع لي دوران نفس الصدر، هقيس من اول هنا لو 6 وهلف كده 6
وهنا كده ستة ستة لغاية هنا ستة، وهوصلهم لبعض برضو هما كده، هيديني نفس الدوران اللي هو بتاع الصدر بالظبط نفس الشكل ده. ده يعتبر بطرون السجاف بتاع صدر الفستان بأي أشكال، كان بأي موديل لنفس السلسلة اللي هعمله هعمل زيه بالظبط. هقصه لما اجي اعمله على القماش البطرون دوت اعمله طبقتين، وممكن اعمل على القماش على طول على الفستان من غير ما اعمله بطرون، بس طبعا عشان نكون في احسن ان احنا عملنا الاول بطرون عشان لو في اي زياده او كده نكون مظبطينه. وهنا الكيرف بيتشال عشان لما نيجي نركبه، هنا طبعا ده هيبقى طبقتين هنركبه كده، على ما نعمل هنا اوفر ونقلبه الناحيه الثانيه على جوه، هيديني بقى كده بعد ما قلبته ان الكتف على الكتف مظبوط لنفس القصه بتاعتي. ده شكل السجاف بتاع الانيمال. هنشكله، هنيجي بالخلفي هنحطه نفس يعني هو دايما اي بطرون بيبقى اصعب حاجه الامامي مش الخلفي. الخلفي هنا هنعمل ايه؟ هنزود سنتي ونص من الظهر من هنا عشان لو هركب سوسته طويله يا اما هركب سوسته قصيره فلازم اطلع السوسته لها مخرج، يعني المخرج ده يبقى فيه فتحه في الظهر بنقفلها ونطلع مكان السوسته. بسيب الزياده سنتي ونص بنفس الشكل ده واحط الظهر كده بالظبط عليه، وادبس دبابيس اهي، وهيبقى الظهر برده فيه بنس نفس الامامي، بس البنسه بتاعت الظهر لو احنا عاملينها في الامامي سنتي ونص هيبقى في الظهر سنتي واحد بس. الظهر البنسه طولها 15، انا عاملها في الامامي من في الخلفي 17، من 17 ل 18 مفيش مشكله لان الظهر من ورا اعلى بيبقى فاضي اعلى من الامامي عشان الصدر. طيب انا بحط دبوس هنا البنسة تحت الباط عشان اطلع تحت الباط الجناب قد بعض، ميبقاش فيه اعلى من حاجة اعلى من الحلقة من التانية لما اجي اقفل وانسى طبقة الدبوس دي. هنا طلعلي الكيرف اللي هو الامام اهو، البنسة طبعا اللي تحت مبتتقفلش سواها عادي مفتوحة. يعني احنا بنقص هنا الديل سنتي ونص على نفس العلامه بتاعت الامامي ونبقى نشيلها. نهايتي بقى من اول الكتف ده ما بشيل نقطه اهي لغايه النقطه دي، ده الجنب بتاع الجنب، يعني ده طول الجنب بالظبط. هاجي هنا بزود بس نص سنتي في الظهر من ورا على جوه كده عشان الظهر يطلع يبقى اعرض من الامامي، نص سنتي في الحته اللي فيها ايه الزاويه دي نص سنتي اهي. وطبعا هاجي هنا بقى في الظهر، هنا عندي الظهر بعضها 3 سنتي فالامامي 3 سنتي، الظهر ايه اعلى من الامامي، فالظهر هنا بقيسه بسيب 1 سنتي اكبره عن الخلف عن الامامي، الخلف اكبر هو 1 سنتي، وبشيل لا هو 1 سنتي في الكتف الخلفي عشان يكون اكبر من الامامي عشان بنحذف على ورا على قدام زي ما احنا عارفين. بجيب مسطره واسطره اسطر المكان كله ان هو اكبر من ايه من الامامي ده الشكل بتاع الظهر ورا. بص اكبر اهو فرق سنتي من الامامي. طيب انا هنا هظبط العلامه دي كلها على جنب الكتف الامامي تحت الباط اهو، واجي عند النقطه دي واوصل عندها واجي بقى ارجع تاني على نفس الحرف بتاع الخياطه اللي في الجنب، يعني خلاص دول قد بعض كده ودول قد بعض، يبقى اصبح كده دول متظبطين. بعد ما اعمل بنستي الفستان يطلع معايا مظبوط 100%. طيب احنا هنيجي هنا في حاجه ثانيه هناخدها، ال 2 سنتي بتوع الظهر اللي هو حوض الرقبه الخلفي بيبقى 2 في 7، هنعلم هنا 2. احنا لو قسنا بقى هنا ده كده هيطلع معايا 9 سنتي. ليه بقى 9 سنتي؟ عشان احنا سيبنا الظهر فيه خياطه، لما نيجي نشيلها الظهر هيصفلنا على السبعة بتوعنا الأساسيين. يعني دي ايه الكروشيه هي زادت بزادت عشان احنا سيبنا زيادة. هنلقط كده لغاية ما نيجي عندي الاتنين ونعمل برضو بنفس العلامة كده اهو، وهنشيل الحوض الرقبة اللي ورا
وهشيل الكتف وهصفي البطرون بتاعي كله بالظبط اهوت، مفيش اي زيادات، هنسيبها الا للبطرون. هنا سنتي ونص اللي احنا شلناهم من الديل بتاع الفستان دول عشان بيظبطوا الفستان من الجنب، مبيخلوهوش شوية يعمل جنب كده. الفستان البطن اصبح جاهز خلاص. هنشيل الترابيز دي، طبعا احنا قلنا هنخيط البنس، يعني احنا هنعمل زي اللي انت هتعملولي، ان هتعمل نفس البطرون وتبعتولي، وكل واحدة تكتب لي هنا الصدر كام والبنس وكل حاجة بالتفاصيل. وتاني حاجة ايه هيتصور، بعد كده هنعمل عليه ايه، هنقص فستان تاني بجد، يعني هنقص عملي لغاية وربنا يسهل ونرجع نكمل. طيب هنا البنسة هيبقى فيه بنسة ورا برضه، هقيس 11 سم اهي، وهطلع بقى هنا البنسة بتاعتي الخلف دي هخليها 17 سم طولا، عشان قلنا الظهر ايه بيبقى السوستة البنسة بتاعته اطول من الخلف من الامامي. سطرها وهي بقى الظهر سنتي واحد بس. نعمل بقى الظهر سنتي ونص بنسة وسنتي ونص برضو، لو حد مليان في الحالة دي بنبقى مزودين له الامامي 2 سنتي 2 سنتي لان ده مليان، لكن اللارج او الاكس لارج دول عادي. دي بنسة بتاعت الظهر في بنسة اهي، هنا البنسة بتاعت الظهر بنسة هنا بس، مفيش بنسة في الجنب، محدش ينسى يقول انا عملت بنسة ظهر، يعني هي بس كده البنسة بالطريقة دي شكل بقى. طب الظهر برضو لسه جاف، يعني برضو الظهر بتاعنا لسه جاف، الامامي كان جاف ودوران رقبة. هنا الخلفي بقى نفس السيستم بتاع الدوران الرقبة اللي هو الاتنين هو ده اللي هيبقى. بنحط طب بص احنا حاطاه بزيادة، يعني كده كده الفرخة مفيش مشكلة، الورقة دي القماش تبقى قد ايه، المهم ان انت تاخدي المقاس اللي انت عايزاه. بقيس اعلم كده اهو عليه برضو، وهنا برضو هعلم نفس الكتف اقيس 6 سنتي واخد اللي هي القماش اللي انا عايزاه لغاية الستة هنا اهو بالظبط، واعلم كده واشيل. خدتي بقى الحوض الرقبة اهو بالكتف، سطروا كده الاول وصل دول مع بعض. وهنا بقى برضو بالشكل ايه بقى انا عايزاه قد ايه، برضو عايزاه 6 سنتي 6 سنتي كده بقيه 6. هلاقيه طلع معايا بدوران بس بتاع الظهر مختلف عن ايه عن بتاع الامامي، ممكن اكبر يعني ممكن نزوده لو تحت شويه لو احنا عايزين. قالوا لبعضه هيطلع لي بالشكل ده، طبعا هو في اختلاف في الحوض وفي الشكل برضو، الكتف اقصه كده زي نفس الكتف ده بيركب برضو في الظهر اهو، لو هو ده الظهر مثلا بركبه كده برضو من الناحية اللي هي المعدولة وبتقلب على ناحية القلب بالشكل ده، هيبقى كده ده الخلف خلفي الأمين. الأمين هو باين البنسة بتاعته، الخلفي اللي هو أنا عايزة ده يتطبق بنفس ما أنا عملته كده بالظبط، وبعد كده هيتقص عليه بقى اللي يعني خلاص كل بعتلي البطولات بتاعته ازاي، بس سهل جدا وبسيطة ومفيش أي مشاكل واستجافه كل حاجه. الكم طبعا احنا واخدينه نقدر نعمل الكم اللي معانا. وبعد كده هنطبق على ده قماش على طول، والديل بقى يعني الحصه الجايه هيبقى فيها الديل وهيبقى فيها الصدر دوت بالقماش مش شطه، يعني هنعمل عليه العمل خلاص. اشوفكم بقى في فيديو تاني، الى اللقاء، سلام عليكم.